10 برو، تليفون نزلاه شركة أوبو، مواصفات عالية جدا، سناب دراجون 8 الجيل الأول، ورامات عالية، بطارية 5000 أمبير، قوة شحن توصل لل 80 واط، تليفون جبار نازل، وكل ده بسعر هيوصل حوالي $900 أو 15000 جنيه مصري. هنستعرض مع بعضينا النهاردة وان بلس 10 برو، ابقوا معنا. أعزائي المشاهدين، ازيكم؟ أخباركم إيه؟ يا رب تبقوا بخير. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات قناة ثاندر للتكنولوجيا والمعلومات، ومعاكم أخوكم أشرف. النهاردة وان بلس إحدى شركات شركة أوبو جايبلنا تليفون من فلاج، من نوعية الفلاج شيب. تليفون ده طراز عالي جدا، رامات عالية، بروسيسور قوي، بطارية قوية، وشحن سريع. التليفون ده المعروف طبعا، وده الجيل الجديد، وان بلس 10 برو، وكان قبليه السنة اللي فات كان نزل التسعة او الناين برو. التليفون اللي نستعرضه مع بعضينا النهاردة تليفون قوي جدا، نازل بتكنولوجيا وتقنية عالية جدا، مقابل حتى برضو سعر قليل زي ما احنا متعودين من شركة اوبو او من مجموعة شركات اوبو او اللي تحت شركة اوبو زي وان بلس. التليفون هيبقى سعره حوالي $900، يعني تقريبا من 14000 ل 15000 جنيه تقريبا مصري. بس قبل ما نستعرض مع بعضينا التليفون، مش هنسى افكركم انا محتاج 1000 سبسكرايب. يا ريت تدعمونا بالسبسكرايب، اللايك والشير في كل مكان، والكومنتس، وهنرد عليكم. يلا بينا نبتدي نستعرض التليفون اللي معانا، وان بلس 10 برو. التليفون بيجي بابعاد 6.42 في 2.91 في 0.33 انش، وبالملي 163 في 73.8 في 8.5 ملي متر. بيجي التليفون بطبقة حماية أمامية وخلفية من الإزاز كورنينج جوريلا جلاس فيكتس، أو النوع بتاعها بيبقى فيكتس، بإطار من الألمونيوم، والتليفون هيبقى مدعم، هيبقى ضد الغبار والمية بأي بي 6.8. بالنسبة للشاشة هتيجي بنوعية LTPO فلويد 2 أموليد، 1 مليار كالر او 1 بليون كالر، تردد 120، بدعم HDR 10 بلس. النتس بتاعه هيوصل ل 1300 نتس تقريبا في الريزوليوشن او قوة الاضاءة في الشمعة الواحدة. بيجي بمساحة او بمقاس 6.7، ده الشاشة. بتيجي بريزوليوشن 1440 في 3216 بيكسل، يعني بقوة تقريبا 526 بي بي اي، ودي قوية جدا، بطبقة حماية كورنينج جوريلا جلاس فيكتس. طبعا بيدعم الاولوز اون ديسبلاي، وبيدعم طبعا الشريحتين او بياخد شريحتين. التليفون هيجي باندرويد 12 بواجهة اكسجين او اس 12، وهيدعمه البروسيسور بتاعه هيبقى بسناب دراجون 8 الجيل الاول، وده الجديد اللي هيبقى نازل جديد، بمعتمدية 4 نانومتر. طبعا البروسيسور زي ما احنا عارفين اوكتا كور او ثماني النواة، النواة الاولانية او الكور الاولاني اللي هو هيبقى الكاستم او القوي، هيبقى بتردد 3.00 جيجا هرتز، اسمه كورتكس اكس 2. التلاتة المتوسطين هيبقى بقوة 2.50 جيجا هرتز كورتكس A 710، والاربعة الموفرين للطاقة هيبقى بقوة 1.80 جيجا هرتز بمسمى كورتكس A 510. بيدعموا جي بي يو او وحدة رسوميات ادرينو 730، ووحدة رسوميات مع قوة البروسيسور ده هيدوا اعلى كفاءة واعلى قوة للكاميرات وللريزوليوشن وللرندر بتاع الصور نفسها، وهيطلع صور رائعة جدا 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 اثناء التصوير او اثناء الفيديو اللي انت هتصوره او اللي هتقوم بتصويره. للأسف التليفون ما بيدعمش كروت الميموري، ولكن بيجي بذاكرتين 128 جيجا بايت و 256 جيجا بايت، بيدعموا رامات 8 جيجا بايت لل 128، اما 256 ففيها الاختيار، لاما تختار 8 جيجا بايت لاما هينزل ب 12 جيجا بايت.
نوع الذواكر او الذاكره دي هتبقى يو اف اس 3.1. اما بالنسبه للكاميرات فهو بيدعمه ثلاث كاميرات خلفيه. الكاميرا الرئيسيه هتبقى 48 ميجا بايت، ودي اللي هي العريضه بفتحه عدسه 1.8، طبعا فيها كل المستشعرات سواء الليزر اي اف او الاو اي اس او البي دي اي اف. الكاميرا الالترا وايد هتبقى 50 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.2، ودي هتبقى فيها اوبتيكال زوم. اما الكاميرا 8 ميجا بكسل دي هتبقى التليفوتو، ودي بقوه او الفتحه عدسه 2.4، فيها اوبتيكال زوم لغايه 3.3 اكس اوبتيكال زوم، بيدعم طبعا بي دي اي اف والاو اي اس او المستشعرات اللي هتبقى موجوده في الكاميرات او اللي هيبقى السنسورز الموجود للفوكسنج فيها. نازل بدول ال اي دي فلاش، ونوع الكاميرات نازله اللي هي الهاسل بلاد الجديده اللي احنا عارفينها. بيدور تصوير بيدعم تصوير الفيديو لغايه 8 كي، مش 4 كي لا، لغايه 8 كي بفريم 30 فريم بير سكند، وطبعا 4 كي بقوه فريمات 30 و60 و120 فريم بير سكند، وال 1080 بقوه 30 و60 و240 فريم بير سكند، بيدعم الاوتو اتش دي ار اوتوماتيك على طول. بالنسبه للسيلفي هتبقى بقوه 32 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.2، وبيدعم الاتش دي ار. تصوير الفيديو هيدعمه لغايه 1080 بفريم 30 فريم بير سكند. اللاود سبيكر بتاعه هيبقى ستيريو، وللاسف مش هيدعم الجاك اللي هو 3.5، هيدعم بس اللي هو اليو اس بي التايب سي. نيجي بالنسبه للواي فاي او الديفايسز اللي هي هتبقى الكوميونيكيشن، يعني الديفايسز اللي موجوده فيه، الواي فاي هيبقى باخر تحديثاته، والبلوتوث هيبقى نازل باخر تحديث ليه اللي هو 5.2، الجي بي اس هيبقى الدول باند، والان اف سي هيبقى موجود في ان اف سي الراديو ما فيهوش، اليو اس بي هيبقى من نوع تايب سي 3.1. بالنسبه للسنسورز اللي هتبقى موجوده بدايه من البصمه هتبقى اندر ديسبلاي اوبتيكال، وينزل معاه السنسورز الباقيه كلها. نيجي بالنسبة للبطارية، البطارية الحمد لله تبقى قوية جدا 5000 ملي أمبير، بتدعم قوة شحن، أو هيبقى شاحن معاها بدعم 80 وات، يعني بتشحن تقريبا في خلال 35-45 دقيقة بيبقى فول. بالنسبة لل 5000 ملي أمبير دوت بيدعم الفاست وايرلس تشارجنج لغاية 50 وات، ودي طبعا حاجة قوية جدا. و اليو اس بي بتاعه من نوع اللي هو اليو اس بي باور ديليفري، هينزل منه البلاك والجرين واللي هو السيلفر، واخر حاجه اللي هم قالوا عليها واعلنوا عليها اللي هي اللون اللي هو الريد الشكل وشيك اللي موجود عندنا في الصور واللي بينزل على العلب بتاعته. لغايه هنا احنا استعرضنا التليفون في ايجاز بسيط او في سيمبل ريفيو، يعني لمواصفاته البسيطه للي حاب يشتري. طبعا عارفين ان ثمنه هيبقى ينزل حوالي في حدود 900 دولار، يعني تقريبا بالمصري من 14000 ل 15000 جنيه مصري. حتى الان هم اعلنوا عنه فقط في الهند والصين، لكن ما نزلش فعلي عشان كده لسه ما تمش اي تجربه ريفيو وقت تصوير الحلقه دي. انا مصورها طبعا في ديسمبر، في وقت تصوير الحلقه دي ما تمش نزوله لسه، ولا تم اتعمل ليه اي انبوكسن او ريفيو ليه. لو طفرت النسخة إن شاء الله بإذن الله عندنا هنعمله إن شاء الله ريفيو كامل. يا رب نكون وصلنا المعلومات البسيطة ديت لحضراتكم تستفيدوا منها، وما تنسوناش في السبسكرايب واللايك والشير في كل مكان والكومنتس، وهنرد عليكم. شكرا جدا لحسن الاستماع، وأسفين على الإطالة، وسلام عليكم.